أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع بورسعيد تجهيز 6 شاحنات مساعدات إنسانية استعدادا لإرسالها إلى قطاع غزة. تضم القافلة 2 مواد غذائية ومستلزمات شهر رمضان وشاحنتي مياه معدنية وشاحنة للدقيق وأخرى للأحذية. اجمالي الشاحنات اللي هتطلع النهارده ان شاء الله لاهالينا في غزه العزه والكرامه 6 شاحنات ان شاء الله باذن الله على مدار خلال شهر رمضان ان شاء الله. يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله باذن الله برضه في 6 شاحنات طالعين، وان شاء الله يوم برضه 18 رمضان برضه في 5 شاحنات طالعين باذن الله، باجمالي 18 شاحنه باذن الله هيوصلوا لاهالينا في غزه العزه والكرامه ان شاء الله باذن الله. احنا موجودين علشان بنحمل الدفعه السابعه من المساعدات الاغاثيه لاهالينا في قطاع غزه من ساعه طبعا بدء الحرب على قطاع غزة، ودي الشحنة السابعة أو الدفعة السابعة من المساعدات الإنسانية. طبعا كمان الهلال الأحمر المصري أطلق مجموعة من الحملات طبعا للمتطوعين اللي حابب يتطوع معنا في الهلال الأحمر أو يشارك في الأنشطة الخيرية اللي الهلال الأحمر بيعملها. طبعا باب الهلال مفتوح للجميع.